حاجه عندها بركات وازاي كبر جمر عاملين ايه. من اكبر المشاكل اللي واجهت ناس كتير جدا واجهتني انا شخصيا لما تيجي مثلا تشتغل على لغه بتشتغل على خادم زي بي اتش بي او اي لغه تانية فانت لازم تنزل برنامج زي زامب او الوامب عشان تخلي جهازك زي ريكول هوست كده تقدر تشتغل عليه. بننزل البرنامج وكل حاجه تمام نيجي نشغل الاباتشي اللي بيشغل السيرفر اصلا نلاقيه مش شغال. السبب ايه؟ ما نعرفش. وفي الوقت ده انا كريت اصلا اللغه قبل ما اتعلمها بسبب المشكله دي. فحبيت اشارك معاكم في الفيديو ده حل المشكله دي وحلها بسيط جدا. لكن قبل ما ابدا بالشرح لو كنت اول مره تتفرج عليا انزل تشيك في قناه الرساله في الفيديو ويلا بينا نبدا الشرح. انا عارف انك متضايق وعايز تعرف ايه سبب المشكله دي، ايه السبب اللي مخلي الايرور ده على طول يطلع لك كل ما تعمل ستارت على الاباتشي. المشكله ببساطه هو الرقم البورد ده متشابه مع رقم بورد بتاع برنامج تاني. رقم البورد ده هتلاقي مثلا لو انت عندك السكاي بي او عندك في ام وير مسطبه او اي برنامج تاني هتلاقي البورد ده متشابه مع نفس البرنامج ده، وده السبب اللي مخلي كل ما تعمل الستارت الاباتشي يطلع لك الايرور ده. وعشان نحل المشكله دي فاحنا بنغير رقم البورد ده. لو هو عندك مثلا شوفوا عندك الرقم ايه 81 ولا 82 ولا 80 ولا رقم ايه بالظبط، انا غيره ل 80، انا غيره هنا ل 80 وهعمل سيف. دي اول خطوه. بعد كده اخش على ملف الزام ذات نفسه بتاع البرنامج، بعد كده اخش على الاباتشي، بعد كده اخش على كون، بعد كده اخش على الملف ده اللي هو ال httpd، بعد كده هبحث على كلمة listen. بس خلي بالك كلمة listen اول حرف منها كابيتال. هنا كده الرقم 135 اللي هو كان هناك وانا غيرت 80 هغيره برضو هنا ل 80، وبرضو listen هنا 80. بعد كده هبحث تاني على local host. لو انت مش عارف تبحث ازاي اعمل كنترول زائد اف هيطلع لك ديت، حط الكلمه اللي انت عايز تبحث عليها ويطلع لك وبس. لوكال هوست هنا برده 135 هنغيره ل 80. بعد كده هضغط على كنترول اس علشان احفظ الملف. كده اول خطوه. بعد كده اخش على ملف الاكسترا، وبعد كده اخش على ملف httpdssl. هتاكد من الليسن هنا 443 كده اطلع من كل حاجة عادي. 443 ده هنا اللي هو الاس اس بورت، هتأكد انه 443 كده اطلع واشغل الاباتش تاني. ده يشتغل معاك كل حاجة تمام زي ما قدام عينك كده 80 اهوت اللي احنا كنا لسه كاتبينه و 443. لو حصل معاك مشاكل في البورد اللي انت دخلته الجديد حاول يعني مثلا لو انت كنت عامله 82 او 81 او 80 وما اشتغلش برده حاول تخليه 83 تغير في البورد عشان هتلاقي برده برنامج ثالث متشابه معاه. هفتح كمان فايرفوكس عشان نجربه. تكتب لوكال هوست وبعد كده رقم البورد اللي هو الاساسي اللي انا دخلته اللي هو 80 هيفتح كل حاجه تمام. لو انت مثلا كنت عامله 82 عادي مفيش مشكله هتعمله 82 وهتفتح معاك كل حاجه تمام. هو مش هيفتح عندي هنا عشان انا عامله 80. زي ما انت شايف كده، لكن لو انا عملته دلوقتي 80 هيفتح معايا وكل حاجه هتبقى تمام. وبس كده المشكله اتحلت وتقدر دلوقتي تشتغل براحتك. يا رب الفيديو يكون عجبك، ما تنساش تصدق في الكومنت وتعمل لايك وشير الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.